السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا وسعادة كده. جمعة مباركة عليكم بإذن الله. في البداية يا جماعة أسأل الله أن يحفظ أهل الجزائر من كل شر. أهل الجزائر دي يا جماعة من أحب الدول إلى قلبي، وشعبها أطيب شعب، ويمكن أغلب متابعين القناة بتاعتي من الجزائر، فيا رب احميها يا رب من كل شر. ويا ريت أي حد بيشوفني دلوقتي يدعي لأهلها ويدعي لدولة الجزائر إن ربنا يسلمهم يا رب من كل شر. النهاردة بإذن الله يا جماعة احنا هنتكلم على تفسير رؤية الفأر أو الفار، عندنا بالمصري بنقولها فار، رؤية الفار في المنام. ساعات يا جماعة بنحلم بالفار، بحلم ان في فار في منزلي، بحلم ان انا قتلت فأر، بحلم ان في فيران كتير في منزلي، بحلم مثلا انا واحدة مثلا متزوجة وحلمت في مطبخي مثلا في فيران في المطبخ. فالمنام ده يا جماعة من المنامات اللي بتخلينا نفكر ونقول يا هو ايه معنى الفار في المنام، يعني ايه فار، اشوف فار الكلام ده. فبإذن الله يا جماعة في الفيديو بتاع النهاردة احنا هنتكلم على تفسير الفار في المنام بكافة اشكاله بإذن الله. بس قبل ما نبدأ في الفيديو يا جماعة، يا ريت لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معانا في القناة تضغط على زر اللايك وتدعو لنا كده بالتوفيق. وعشان ما اطولش عليكم زي ما احنا متعودين نبدأ على طول يا جماعة في ذكر التفسير. اولا يا جماعة لازم اقول لكم ان اغلب المفسرين اتفقوا ان رؤية الفأر بشكل عام، رؤية الفأر بشكل عام، مش لسه احنا نفصل بعد كده، بس المفسرين اتفقوا ان رؤية الفأر بشكل عام هي بتدل على شيئين، اما تدل على امرأة سيئة السمعة او امرأة سيئة، يعني واحدة سيئة بتكره الرأي وبالذات لو الرأي ده كان فتاة، واما انه يدل على العدو الجبان. يبقى اذا خلينا متفقين في البدايه ان اغلب المفسرين يا جماعه اتفقوا ان هي اما بتدل زي ما قلت على امراه غير صالحه، واما بيدل على الفار، يعني بيدل على عدو. فاذا رايت ان فار بيحاول يهاجمني وتمكن مني، ده معناه ان في عدو بيتكلم عني بالسوء، والكلام ده هياثر عليا في حياتي. يعني لو انت شفت ان انت مثلا كنت في المطبخ او كنت في حاجه يعني وفي فار هاجمك، ده زي ما قلت لكم يا جماعه بيدل ان في عدو بيتكلم عليك، والكلام اللي بيتكلم عليك ده هيضرك في الحقيقه، فاحذر جدا من اعدائك اللي حواليك لو انت حلمت بالحلم ده. اما لو انت حلمت بفيران في المنزل، يعني حلمت ان في فيران في المنزل، سواء طبعا الفيران كانت موجوده في المطبخ، موجوده في البيت، دخلت عليك من بره، رؤيه الفيران في المنزل يا جماعه هي تحذير للرائي من السرقه. رؤية الفيران في المنزل لصوص يا جماعة، لو حد شاف فيران كتير، مش فار واحد، فار واحد ده عدو، لكن فيران كتير هو معرفش عددهم، معرفش عندهم، يحذر جدا من اللصوص، لان المنام ده يا جماعة بيدل ان فيه لصوص بيحاولوا او بيدبروا لسرقته، سواء سرقة منزله او سرقته في الحقيقة، او ان هم بيحاولوا ينصبوا عليه، فيحذر الراعي لو شاف منام زي كده يا جماعة. اما رؤية الفار الاسود، ساعات انا بحلم يا عبد الله بفار اسود. على فكرة يا جماعة الفار الاسود ده ليه دلالة خاصة بيه، لان هو ما جالكش اسود كده اعتباطا، ده هو جاي لك بيوصل لك رسالة، زي ما قلنا يا جماعة الاحلام بتوصل لنا رسالة عموما. لو انت رأيت الفار الاسود في المنام، اعرف ان انت معرض لاصابة روحانية، او في حد بيحاول يدبر لك حاجة، والحاجة دي يعني بنسبة 90% الحاجة دي روحانية. يعني ايه يا عبد الله؟ يعني مثلا لو انا حلمت ان في فار اسود، انا شفت فار اسود عبد الله في الحلم. الفار الاسود يا جماعه زي ما قلت لكم من اكتر المنامات اللي بتدل على ان في اعداء بتحاول تدبر للرأي مكيده. فلو واحده مثلا او واحد حلم بفار اسود، ده معناه ان في حد بيحاول يدبر له مكيده، والاغلب روحانيه، يعني في حد من الاخر كده يا جماعه بيحاول يعمل له سحر. فبرضه يحذر اي حد يشوف الفار الاسود في المنام، ده خطير جدا يا جماعه، ويدل ان عدو، بس مش عدو وخلاص، لا ده عدو بيحاول يأذيك وبيدبر لك حاجه. اما لو رأيت الفتاه او رأى الشاب ان في فار دخل الملابس بتاعتهم، يعني شاف فار كده ودخل الملابس، ده معناه ان في امر هو كان مخبيه او هي كانت مخبياه، والامر ده هيتكشف قدام الناس. اما بقى لو حلمت ان انت شفت فار وخفت منه، اترعبت منه، اول ما شفت الفار قلت يا لهوي ده وطلعت تجري، او شفت الفار وقعدت تبعده عنك كده، يعني شفت الفار اترعبت لدرجه ان انت قمت من النوم كنت خايف. طب عندنا في العاميه يعني في المثل بيقول لك من خاف سلم، كذلك في المنام. لو انت شفت نفسك خفت من الفار في المنام او اترعبت منه او خفت من اي شيء عموما، ده معناه ان انت هتنجو من ازمه او هتنجو من مشكله او هتنجو من عدو. فمنام ان انت تشوف الفار وتبقى خايف منه مهما شفت شكل الفار، اهم حاجه انت خفت منه وترعبت. رؤيه خوفك من الفار في المنام من اكثر المنامات يا جماعه اللي بتدل على انك ستنجو من مشكله او من ازمه انت بتواجهها. اما بقى لو حلمت ان انت اصطدت فار او تمكنت من قتل الفار، لو انت قتلت فار او اصطدت فار، هذا المنام يا جماعه معناه ان انت هتنتصر
على عدو او هتنتصر على مشكلة عويصة ومشكلة صعبة جدا بتواجهك. فبرضه يا جماعة المنام اللي هو قتل الفأر، ان انت تقتل فار او تصطاد فار وتشيله، يعني دخل منزلك مثلا وشلته او اصطادته وسميته كده، ده زي ما قلت لكم يا جماعة بيدل ان انت هتنتصر على اما على عدو واما على مشكلة كبيرة جدا في حياتك. وفي نهاية الفيديو يا جماعة اتمنى لو استفدتم من الفيديو كده تدعموني باشتراك في القناة ولايك للفيديو، وربنا يا رب يوفقكم ويوصلكم لكل احلامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.